يمكن أن نفصح عنه من هذه الإجراءات مثلا؟ يعني احنا بنتكلم هناك مطلوبين من مصر لدى حركة حماس، هناك موضوع المنطقة العازلة، هناك الأنفاق، عندنا مشكلة كبيرة في التهريب، تهريب السلاح وتهريب البضائع من الأنفاق، ماذا فعلتم في ذلك؟ أولا هناك المنطقة العازلة، تم يعني إقامة يعني منطقة عازلة، وأعتقد أنها تشرف الآن على انتهاء، وهي عبارة عن مساحة يعني كاشفة يتمكن قوى الأمن سواء كان في داخل غزة أو لدى إخواننا بمصر بأن يمارسوا عملهم بشكل يعني جيد في هذه المنطقة. موضوع الأنفاق، يعني أعداد كبيرة جدا من هذه الأنفاق لا تكاد تعمل هذه الأنفاق. نحن أيضا أبلغنا إخواننا في مصر أننا نحن نريد أن ننهي كل ما يسمى بالأنفاق، ولذلك نتحدث عن معبر رفح بأن يكون للأفراد وللبضائع، وأن كل شيء بسبب الحصار كان يدخل إلى غزة من تحت الأرض لا يفترض أن يكون من فوق الأرض، وبدأنا بذلك. يعني إحنا خلال الشهور الماضية إخوتنا بمصر أدخلوا إلى قطاع غزة أشياء كثيرة في مواد الإعمار، في موضوع الإسمنت، في موضوع الحديد، في موضوع السولر للكهرباء، وبضائع يعني كثيرة جدا، وهذا بالتأكيد يساعد قوى الأمن في قطاع غزة بأن تحكم السيطرة أكثر ولا تسمح لأحد، لأنه لا يوجد هناك مبرر طالما أن الأمور تدخل من فوق الأرض، لا يوجد هناك مبرر أن يكون شيء تحت. أنا بس عايز أشرح لحضرتك لماذا نثير هذه القضية، لأنه المشاهد المصري اللي بيتفرج علينا دلوقتي بيقول انتوا امبارح كنتوا متخانقين، وامبارح كان في بينكم مشكلات، ازاي قاعدين مع بعض، وازاي مصر موجوده بثقلها لتحريك الملف الفلسطيني؟ لان المواطن المصري محتاج يعني يامن جانبه، يعني حدوده الشرقيه، يريد ان يامن انه الاشقاء في غزه هم حريصون نفس الحرص على امن مصر كما نحن ايضا حريصين. نعم نعم، نحن حريصين على امن مصر كما اخواننا بمصر حريصين على امنه، وكما ان اخواننا بمصر حريصين على امننا نحن. وانا اريد ان اقول لاخوتنا في مصر، لن ياتيكم ان شاء الله تعالى من غزه الا كل خير، ولن تروا الا كل الخير. وانا من موقع المسؤوليه في رئاسه المكتب السياسي لحركه حماس اقول ان لدينا قرار، ولدينا إرادة، ولدينا قدرة أيضا على التنفيذ، ومارسنا هذا الأمر من خلال الفترة الماضية، وإخواننا بالأجهزة السيادية ذات الاختصاص في مصر يعني مطلعة على هذه الأمور، وهي تتابع هذه الأمور، وهي تعبر عن ارتياحها لهذا التحرك الإيجابي والقوي فيما يتعلق بالقضايا الأمنية.